أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير. بعبوة واحدة فقط راح نتحصلوا على لونين كيما لافوتو بالضبط، الأول فوق ليماش هيك هكا، والثاني فوق الشعر المزنجر. راح يخرج لينا دي غوفلي في العسلي مع الصندري، حاجة توب أوف ذا توب، وبعبوة واحدة اللي هي طلبتها مني طبعا في كل التعليقات اللي هي مورفوز. إذا كنتم عجبكم اللون ما عليكم إلا المتابعة لتتخلصوا من اللون البرتقالي وتتحصلوا على هذا اللون الجميل، يعني من أجمل درجات العسلي الصندري، وكذلك من أجمل درجات الأشقر الفاتح المخضر فوق لماش المزنجرة الفاسدة. وكذلك الناس اللي هبطت لهم لغاسين راح تتحول شوفوا إلى العسلي، حاجة top of the top. إذا البنات ما نطولش عليكم، نروحوا إلى الفيديو واللي أول مرة نطبق لكم بهذه الصبغة نظرا لأنه كثرة الطلبات، وإن شاء الله حنزيد نطبق لكم بزاف ألوان جامي تحطت في الانترنت كما وعدتكم. تهلوا في روحكم ونبدو الفيديو، وما تنسوش ديرونا لايك إذا عجبكم وتشاركوه مع أحبابكم. السلام عليكم إخواني خواتي بكل خير، معكم ليندا، واليوم إن شاء الله فيديو جديد راح نطبق لكم ميلونج بصبغة مورفوز إن شاء الله، لون طلبتوه مني بالبزاف، والصبغة متوفرة وإنتم طلبتوا بها لأنه كل واحد كيفاش يحب يخدم. كاين ناس تحب تخدم بلوريات بأندريا وكذلك بجارني، واليوم كاين ناس بزاف، يعني كمية طلبات جاتني على هذه الصبغة، لكن أنا حبيت نقول لكم فقط علاش ما نستعملهاش، لأنه الصبغة هذه كان عندها منافسين بزاف وأرخص. مثلا نعطيك مثال ألوان بزاف في هذه الصبغة اللي هي مورفوز في لوريات وفي أندريا، لكن اليوم خيرت لكم رقم ما كانش إلا في مورفوز وكاين إلا في الماركات العالمية وطلبتوه مني، راح نطبقوه فوق ليماش جايين في الأورانج. هاهو لكم يا البنات، شوي ضربين على أورانج شوي بركة، وراح نطبق لكم على لون برتقالي مع مخضر. ها شوف في شوي برتقالي في مخضر، يعني زوز درجات لونية. هاهو لكم، وان شاء الله تفرحوا باللون انكم طلبتوه بزاف هذا اللون. اللون راح نعطيكم الرقم، وانتم اذا كنتم في فرنسا في ايطاليا في اي مكان تحيه ليكم طبعا، تقدروا تهزوا نفس الرقم في اي ماركه ولا تهزوا الاسم، اتفهمنا؟ نبدو على بركه الله. وهذا الارقام ما كانش في لوريات، يعني نقدر نديكم ميلونج فقط 8.77 8.77 اشقر فاتح بني مكثف، اشقر فاتح بني مكثف. وش معناه؟ معناها هذا اللون راهو من درجات الاشقر اللي فاتح في نفس الوقت فيه الماغون، تفهمنا؟ اذا حبوباتي راح نبدو على بركه الله. هنا واش راح نستعمل؟ راح نستعمل 30 فوليوم من لوريات ابها اوكسيدون. انا نستعمله علاش؟ لانه كريمه مؤكسده جاي كيما لا كريم. وقداش الكميه راح نستعمل؟ الكميه راح نستعملها هي قد الصبغه قد الاوكسيدون، تفهمنا؟ يعني هزينا عبوه تاع هذه مثلا قداش فيها؟ هذه فيها 100 ملي قلت 1000 نحسها قد الدار، ثم راح نهز عليها قدها بالضبط اوكسيدون. اذا عندكم شويه شيب يعني في الشعر شويه مشو بزاف، طبقوه الميلونج ولكن بالعشرين فولي. اذا نروحوا مباشره الى تطبيق الميلونج. هاو ليكم الصبغه اللي عمره لا شافها يعني وما استعملهاش، هاي ليكم، هاي البنات يقولوا بانها مخدومه بالزيت فبالتالي ما تضرش. وهنا تلقاو الرقم، ها هو 8.7 لو بلوند كلير مارون انتونس. انتونس يعني جاي مكثف اللون، يعني جاي كونسنتري. طبعا هاني شرحت لكم، مش ما تقوليش ليندا راكي تزربي راكي تزربي. هاو ليكم، هنا بالمناسبه تشروها من عند سيفورا دير 35000. البنات اللي ديما يسقسوني من عند من تشري، انا نشري من عند الناس الكل، واكثر ناس تشري من عندهم هما سيفورا، تلقاوها في زنقه الضيقه ومدرسه التهذيب، يعني البنات يسكنوا في الشريعه في ام علي يحبوا هكا اماكن محترمه تبيع باسعار باهيه وعندهم كلش. علاش انا نخير هذم لي كوزميتيك؟ اولا البنات اللي عنده تعاملهم رائع، ثانيا البيع عندهم، عندهم كلش، عندهم لي مارك اوريجينال وعندهم تاع الصين، عندهم كلش، فيعني محل واحد تلقوا فيه كلش. وفي نفس الوقت انا ديك الزنقه راني نحبها، زنقه ضيقه فيها كل شيء، يعني يما كي تدخل ثم نعود نقول هاي نروحوا وهي نجبد فيها قاعده، فالقش ما تشري من ثم القش، انا نشري غير يعني ماكياج سباير. اذا البنات الخلط جيدا، علاش نقول لكم الخلط جيد؟ نشوف الصبغه هذه راهي جايه ثقيله، يعني الجزيئات تاعها كبيره، لازم تخلطوا مليح هكا، نحبكم تدلكوا مليح. وحتى كي تحطوا الصبغه باش ما تجيكمش مبرقعه، واش ديروا؟ ديروا سيباراسيون، راكم تلقوها في القناه تقسيم الشعر، شوفوا اي فيديو خدمت اليوم شعرها، واحكموا ابدوا من تحت واطلعوا لفوق، اتفهمنا؟ وخلوها يعني ازربوا فقط
في التوقيت باذن الله تعطيكم اللون اللي تحبوه. ها شوفوا البنات، درت قد الصبغه قد الاوكسيدون، وراح نطبقه على خصلتين، واحده صفراء شوي بالاورانج، وواحده كما نقولوا احنا اورانج اورانج وفيها شوي سوندغي. علاش؟ لانه حبيتكم تشوفوا لا جام هذه مادام كاتبين فيها انتونس كيفاه يخرج تخرجين على كولوراسيون. طبعا وراح نعطيكم التوقيت، بصح صبروا لي شويه. ها شوفوا اللون هذا كيفاش جاي غامق، راح نطبقوا عليه، وفي شوي في الغو وفي شويه لي غاسين. ها شوفوا البنات هنا راح نوريلكم، ها هي شوفوا شوفوا كيفاه فيه هنا شويه، من بعد نوريه لكم كيفاش تحول. هذا اللون من اجمل الالوان، وبالمناسبه يخرج على السمراوات ويخرج على البلوندات. علاش؟ لانه فيه التون الذهبي، فيه المارون وفيه الاشقر، تخيلوا انتم يعني حاجه توب اوف ذا توب. راح نخلوه من 35 دقيقه الى 40 دقيقه، نخليها ونرجع لكم بعد قليل. حبيت فقط نقول لكم انه هذا الرقم نقدر انا نديره باي ماركه عالميه ولا جزائريه. اذا حابين نديره لكم بلوريات ولا بي اندريا خلوا لي في التعليق. اذا البنات عدنا، شوفوا حاجه توب يعني صراحه تخلع. شوفوا عطتني نفس اللون ما شاء الله، هذه فوق لي ماش. اصبروا لي دقيقه راح نديرها جوست هنا في الماء، خلوها هنا في الماء باش يخرج منها الصبغه. وراح نشوفوا هذه اللي قلت لك مخدمتها فوق شوي اللون يكون كما نقولوا حنا مخلط. شوفوا تفتح شويه، سي بون مليح، تفتيحها مليح، خلوها 45 دقيقه. شوفوا الاورانج راح خلاص، معناها اذا شعرك اورانج راح يرجع زي هكا اشقر ذهبي بني مكثف، حاجه مليحه، حاجه فور بزاف. وهذا حل لكم انتم الناس اللي راهي مخذين من الحفافات في شعرهم. كاينه حاجه شفتوا هذا ديما قبل ما تغسلوا شعركم يا البنات، قبل ما تغسلوا شعركم زيدوا فيه عصره شامبوان، عصره تاع ماء، وديروا خاتر يعني كيما لا كريم، ديروه باتين، احكموا حطوها على شعركم كامل ورغونوا به قبل ما تغسلوا شعركم. علاش؟ باش تزيدوا كثافه اللون. اوكي، والان نروحوا تراه نشلوا هذيك الخصولات ونشوفوا عمتنا مورفوز واش دارت. عمنا واش عمتنا. هايا هذه الخصلة أشفوا عليها، راهي فيها الأكحل، فبالتالي درتها لكم باش تشت يعني تفهموا كذا. الوحدة عندها لي غاسين هابطة، عندها كما يقولوا حنا شعرها مخلط. وهاو للمصداقية يا البنات، خدمت ليكم هكا ما قطعتش حتى جزء. هاو ليكم هذه الخصلة اللي مخلطة، خرج الطوب صراحة. وهذه لماش اللي فيها شوي أورانج، عجل شوفوا لماش الناجحين رغم يكونوا أشقر بلاتيني، اما كي يكونوا شوي فيه مصفوريه على اورنج خفيف معناها ما يسموش ناجحين، فهمتوني؟ ما تقدريش تخدموا لي بلاتين. شوفوا شو ولا وحدها هذا حاجه توب. هيا حصريا هذه على القناه ان شاء الله، هذا الميلونج او عفوا هذا الصبغه. هاي ليكم شوفوا كيف خرج، وشوفوا هذا كيف خرج. صافي دير هذا، خرجنا في الفرونسي، هذا خرجنا في الكلير، خبينا اللون الاصفر وعطانا السوندغي، يعني هذا فيه اللون هايل هايل بزاف. انتظروني يمكن هان ثلاثة نطبق لكم فوق البلاتين وفوق الطبيعي 100% ونشوفوا واش طلع. شوفوا البنات النشف الخصولات، لانه دائما الخصلة تبان اغمق عند تنفيذ اللون يعني غسله، يكون اغمق في الماء وكي ينشف مبين. اوكي هاي السلام عليكم، ساعود. اذا البنات راهو جاكم الفيديو دركا يعني التكملة تاعو، درت طبعا ميلونج عفوا درت صبغه تاع مورفوز لاني ولفت بالميلونجات، فطبقتها على خصله صفراء. شوفوا كيف طلعت كيما لافوتو بالضبط. هاي ليكم هذه لافوتو، طلبت مني بزاف وقال لي ندى باللي كل ما نديرو ميلونج حطوه في الانترنت يطلع مش هو. هاو ليكم مورفوز كيما طلبتوه، هاي ليكم. وايضا في القناه تلقوني دايرته بلوريات. هاي ليكم شوفوا البنات اللون يهبل، وراح نقوي لكم شويه الاضاءه. هذا شوفوا كيفاش في الضوء يعني يكون مش قوي، وهذا في الضوء قوي. سامحوني نمسح الماء هذا ونرجع لكم. اذا البنات هذا فوق الشعر اللي فاتح، ها هو فوق ليماش، حتى اذا ليماش تاعكم اورانج ديروه ما تخافوش. هذا فوق الاورانج، شوفوا فوق الاورانج واش خرج. تعرفوا ما نحكي لكمش، اول حاجه راح نحكي هذه دارت الاضاءه، اول حاجه في الغامق خرجت غامقه وفتحت لي غاسين الى العسلي. شوفوا
هاي عبوه واحده تقدر ديروها اكثر من لون، شوفوا في العسلي. اما في الاورانج اللي غامق خرج اشقر مخضر بدون ديكاباج، يعني مثلا اي واحده فيكم درك تتفرج في القناه وشعرها راهم فيري للاورانج، واش ديري؟ تروحي تجيبي عبوه من مورفوز الرقم تاعها 8.77، الاسم تاعها اشقر فاتح بني مكثف، وديرو. اللي ما عندهاش دراهم وتحب تدير هذا الميلونج بلورياتا وفي القناه اللي هو طبعا درته لكم قبل، درك نزيد نعاود لكم في اخر فيديو. شوف شوفوا فوق الاورانج عطانا ثلاثه الوان، اولا فتح لي ليغاسين، ثانيا اعطاني اللون العسلي على الاورانج الغامق، والاورانج الفاتح اعطاني الاشقر مخضر. شوف هاوليكم البنات، ها اللي قلت لكم الاضاءه حاجه توب صراحة، حاجة هايلة بعبوة واحدة. هاي ليكم ديروا هذا اللونين، ها واللي يحب شعرها عسلي يكون فيه الأورانج الغامق راح يخرج لك عسلي، ها شوف الفاتح يخرج لك في السوندغي. فوق الشعر اللي ماشي يكون فيها شوية فيريا الأورانج، ها اللون اللي خرج لكم كيما لا فوتو بالضبط بدون ديكاباش، فوق اللي ماشي فوق شعر برتقالي فوق الطبيعي، نتيجة هايلة. اذا البنات كان هذا فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وتهلوا لي في رواحكم وخلوا لي تعليقات اذا عندكم لون انتم حابينه ولا مشكله في الشعر، يعني شعركم زنجر فيه حموريه، خلوا لي فقط في التعليقات راح نجاوب على 100 تعليق الاول ومن بعد نجاوب بالعقل على الاخرين. تهلوا في رواحكم والسلام عليكم.